السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا باحسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد المقشر، واحد الماسك مبيض فعال وطبيعي، ما فيهش شي مكونات غير طبيعيه، فيه اي مكونات كاينه في اي دار وبسيطه. غنحتاجوا لهذا المقشر على بركه الله. غنحتاجوا القهوه كحبيبات، ماشي سريعه الذوبان، هذيك القهوه العاديه. كنحتاجوا زيت الزيتون، وغنبداو على بركه الله. بسم الله، ندير واحد المعلقه. عندي هنايا معلقه ديال القهوه، انا درت هذا الكونتيتي حيت غنحتاج قليل. اللي غتحتاج بزاف الجسم ديالها كامل تضاعف الكميه. كنحركو بحال هكا باش تدخل لي الزيت. وغبغيت ناكد يا البنات على واحد القضيه، اللي عندها البشره حساسه بلا ما تستعمل هذا المقشر، حيت القهوه شويه قاسحه على الجلد. اللي عندها البشره سونسيبل، اللي عندها بشره عاديه ما غيدير لها حتى حاجه. هذا بالنسبه للمقشر. وغنشرب معكم هذا الماسك على يدي. هذا الماسك كيمشي للجسم كامل حتى الوجه، تقدروا ديروه، غير كنأكد على اللي عندها البشره حساسه ما ديروش. بسم الله، كنديروا بحال هذه الطريقه، غنديروا على يدي، غنوريكم كيفاش. بالنسبة للزيت، تقدروا تستعملوا اي زيت نتوما كترتاحوا فيها، زيت ديال الكوك جوز الهند، زيت ديال الافوكا، اي نوع من انواع الزيوت اللي كتفضلوا. غير انا ما عنديش، ودرت زيت الزيتون حتى هي مغطية للبشرة وزوينة وطبيعية. غنبقى ندير ليدي هكا بحركة دائرية بحال هكدا، بحال هكا، باش كاع الجلد الميت اللي في اليد يتحيد. هكا اللي غتستعمل، ملي غتستعمليه في جميع انحاء الجسم ديالك بحال هاد الطريقه، بحال هاد الطريقه، وانتي كديري حركات دائريه بحال هكا. ودابا غنغسل بالماء دافي، نغسل بالماء دافي وننتقلوا للماسك باش تشوفوا معايا طريقة ديال التحضير ديال الماسك المبيض. ومن بعد ما درت المقشر اليد ديالي غسلتها، ودابا غندوزوا للماسك. الماسك يا البنات كنحتاج فيه ملعقة ديال مايزينا نشا الذرة، وكنحتاج فيها شي شوية ديال الحليب، مقدار اللي غيجمع لي هاد النشا. وغنحتاج بعض قطرات من الحامض الليمون، هذا كيبقى اختياري، اللي عندها الحساسيه من الليمون تستغنى عليه. غنبداو على بركه الله. بسم الله، غنديروا الحليب على النشا ونبقاو نخلطوا بشويه بشويه حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا. وغنزيد بعض القطرات، واحد جوج القطرات ديال الحامض غير شويه، نبقى نخلط حتى يذوب لي جميع الكتل اللي فيها. ودابا درت الماسك على يدي كامل بحال هاد الطريقه، كندير هكا هروت هاد البلاصه صافي. نصبر واحد 20 دقيقه وغادي نغسلو. بالنسبه للماسك الوجه،
منين تطبقوا هاد الوصفه صبروا 20 دقيقه وغسلوا وجهكم بالماء دافي ومن بعد الماء بارد باش المسامات يتغلقوا وما تخليوهش بزاف على البشره ديالكم. وهاد لي ماسك باش يعطيو نتيجه زوينه خصك يديروا جوج مرات في الاسبوع على الاقل، والتقشير كيكون مره في الاسبوع. ودابا منين غسلت الماسك ديالي دازت 20 دقيقة وغسلت الإيد ديالي كنحس بها رطيبة، كنحس بالراحة في اليد ديالي. دابا غندير واحد الكريمة ديال اليدين عادية، تقدروا ديروا أي كريم عندكم، أنا غندير شي شوية باش نرطب اليد ديالي. ضروري من مورا شي ماسك ولا شي مبيد هكا ولا شي حاجة، ضروري ديروا المرطب ديال اليدين ديالكم بحال هكا كما كتشوفوا. ودابا يا البنات وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هاد الوصفات اللي قدمت لكم راه قدمتها لكم عن تجربه، راه جربتهم مجربين 100%، وشي حاجه طبيعيه ماشي شي حاجه اصطناعيه ولا خافوا منها. وكما كنقول دائما ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وديروا لي تعاليق زوينه، والانستغرام ديالي غنخليه لكم في صندوق الوصف، وتابوناو عندي في القناه ودعموني وشكرا لكم. السلام عليكم.